شكرا بعد على الاستضافه، تشكر الزملاء ديالي على القتاليه. كان ماتش كما قلتي ماشي سهل، الحمد لله عطينا الماكسيمو. الميطه الاولى ما تاثرش لينا الفوز، مي بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا حتى الميطه الثانيه. خدينا داكشي اللي خدينا تعليمات مع هذا المدرب اللي خلاتنا نعاودوا ندخلوا الماتش بكل موتيفاسيون ارياحيه باش نقدموا الاضافه للزملاء ديالنا. الحمد لله اللي عطاونا الاضافه في دوزيام ميطه. باقي الحمد لله حنا باقي الحمد لله غاديين في المسار الصحيح، باقي ما درنا والو، باقي جوج ماتشات. حنا لحد الان باقي تنفكروا في الصعود وغنبقاو خدامين عليه حتى لاخر رمق. باش نشكر الزملاء ديالي والاداره على المجهود اللي تيجهدوا معنا، شكرا بزاف. فبالنسبه للمقابله، حنا كنا عارفين المقابله غادي تكون صعيبه اليوم، فكنعرفوا لا استراتيجي ديال لو ستيل دو جو اللي غيلعبوا به شباطه سخنافره، فحنا كنا مستعدين لجميع الاحتمالات. في الشوط الاول جاونا مجموعه ديال الفرص اللي ما استغليناهمش، فرص اللي نقدر نقول فرص حقيقيه. حاولنا اننا نبقاو في الشوط الثاني نفس 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 لو جو اللي درنا في بروميير ميتون، سجلنا الهدف الاول، سجلنا الهدف الثاني، حاولنا اننا نطيحوا من لو ريتم ديال المقابله. الحمد لله حققنا 3 نقاط اللي هي اهم دابا في هذه المرحله الحاسمه من نهايه الموسم. الحمد لله احنا الان في الصف الاول، غنحاولوا اننا نحافظوا على ان شاء الله في هذه جوج دورات اللي جايه باش نحققوا المبتغى ديالنا كاملين، لا لاعبين لا اداره تقنيه لا 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 المكتب المسير الجمهور ديال الاستاد المغربي اللي كيستحق انه يكون في القسم الوطني الاول ان شاء الله الموسم الجاي. لا طونكو مازال ما احنا ماشي ما سالاش المقابله ديال الدوره 30، كنظن كل شيء باقي ملعوب. احنا غادي نلعبوا بمقابله، عندنا مقابله مهمه السيمانه الجايه ضد جمعيه سله، دونك خاصنا نستعدوا لها ما في الكفايه هي باش اننا نحققوا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا في الصف الاول، باش اننا نقدروا نجاريو المقابله الاخرى اللي غتكون مع الوصيف ديالنا برشيد، باش اننا نحققوا نتيجه ايجابيه كيف قلت لك باش نحققوا الصعود ان شاء الله هذا الموسم هذا. راديو بون لا اون ريميرسي لو بون ديو اون افي ان غران ماتش وي كولكتيفمون اون ايتي بيان لا بروميير ميتان سيتي ان بو ديفيسيل اون ايو بوكو دوكازيون مي ديو ميرسي لا دوزيام ميتان اون ا سي سي راشيتي اي بي بون اون ايو لي 3 بوين افيك ان دو سوبر بو بون مون بو افيك لو بو دو موسا. Mais bon, tout compte fait, on a pris les 3 points et puis la bataille continue et puis on espère qu'on va faire la montée, Inch'Allah. Oh oui, là c'est encore difficile, c'est encore serré, mais bon, on va continuer à travailler pour pouvoir faire la montée absolument, Inch'Allah.